السلام عليكم، معكم عبد الحق الناصري وحلقة جديدة من الباحث. حلقتنا اليوم راح نتحدث بها عن معركة صارت من طرف الأول اللي هو جهاز الموساد والسي آي اي والشاهن شاهد المخابرات الإيرانية في عهد الشاه ضد جهاز حديث نشأة وهو جهاز المخابرات العراقي. راح نتحدث اليوم عن عملية الغزال. فشنو القصة؟ لا تفوتون الحلقة، خليكم وياي قبل ما أنسى. لا تنسى تدعمني بلايك، اشتراك بالقناة، تابع زر الجرس، لا يساعدني يلا خليك ويا الحلقة. طبعا القصة مأخوذة من كتاب محاولات اغتيال الرئيس للكاتب ومدير المخابرات برزان التكريتي. يعني لا يجيني واحد يقول لي من جبت القصة وهاي القصة كذب، هذا الكتاب روح تفاصل ويا الكاتب مو وياه. بداية عام 1970 كان نجم صدام حسين الرئيس العراقي ساطع بذلك الوقت، فكانت أغلب دول العالم تحاول تتخلص من هذا الشخص اللي يعتبر الرجل الثاني لحكم العراق وهو الوريث اللي راح يخلف البكر، وكانت كل الترشيحات تصب إلى أن صدام حسين هو اللي راح يحكم بعد البكر وهو الحاكم الفعلي بالوقت الراهن. في بداية تأسيس المخابرات العراقية بدأوا يزرعون عناصر معينة في جميع مفاصل الدولة ويشوفون ويراقبون شنو الأشياء الغريبة اللي تصير. فمثلا يشوفون تاجر غني يحاولون يدخلون وياه بشراكة حتى يعرفون شنو هذا الشخص اللي راح ياخذ معمل أو مصنع إلى آخره، وكذلك أيضا في مجال الزراعة وجميع الوزارات. فكانوا يحاولون يمدون أذرعتهم بجميع مفاصل الدولة. كان أكو تاجر معروف عراقي وكان يعني غني جدا ويحاول يستثمر في العراق ودائما يشتري معه، اسمه حسن كامل رشيد. حسن كامل كان من التجار اللي يدخلون مناقصات بالدولة ويأخذون المصانع على أثر هذه المناقصات. فهنا بدأ يرصدوا جهاز المخابرات العراقي إنه يريد يعرف توجهات هذا الشخص اللي يمتلك هذه الأموال، ودخل وياه للمنافسة بإحدى الصفقات بمناقصة للدولة اسم شخص اسمه قتيبة. قتيبة هذا كان عنصر من عناصر المخابرات العراقية، تم وضعه من قبل المخابرات العراقية حتى يدخل للمنافسة ويتعرف على حسن كامل. وهناك اتفق قتيبة مع حسن كامل انهم ما راح يدخلون المنافسة ضد بعض، راح يشتركون بشراء هذا المعمل العراقي. وفعلا دخلوا المناقصة، فقط دخل حسين كامل للمناقصة وفاز بها وأخذها حتى ما يرتفع عليهم السعر. وهنا بدأ قتيبة يحاول يستدرج حسين كامل ويعرف توجهاته، فبدأ يتكلم مع حسين كامل انه كان عضو بالمجلس الاشتراكي الى اخره وكأنه ضد هذا النظام القائم في العراق وانه ما مرتاح لحكم حزب البعث في العراق، ويثبت لي حسن كامل انه مستاء من هذا النظام وظل على هذا النسق الى ان وثق به حسن كامل وقام يحكي له تفاصيل انه هو عنده علاقات قويه ويا السفاره الامريكيه و و و الى اخره. لكن ظاهر حسن كامل انه ما مهتم حتى ما يثير حسن كامل ويخليه يشك به، وظلت العلاقة مستمرة لفترة طويلة جدا. وفعلا قدر قتيبة أن يستميل حسن كامل بهذه الطريقة، وبدأ حسن كامل يتكلم وينطي تفاصيل مهمة جدا عن شخصيته. فأول مرة عرفوا على شخص وهو تاجر على أساس يعاونهم اسمه براين. براين هذا كان على أساس أنه تاجر معروف وانه صاحب مصانع ويساعد البلد، والتقى هو وياه في البصرة. وبعد فترة قال له القتيبة انه هذا الشخص يقدر يساعدنا ويساعدك باسقاط نظام الحكم. وهنا قام على الفور حسن كامل بمخاطبة براين، قال له انه احنا نقدر نستفاد من هذا الشخص، خصوصا انه عضو مسجون سياسي سابق ومستاء من هذا النظام. فقال له تقدر تجيبه إلى لبنان؟ فقال له أقدر. فعلا هم أصدقاء وتجار
شركاء، فسافروا من العراق إلى لبنان بداعي أنهم محتاجين بعض قطع الغيار للمصنع. سافروا إلى لبنان. هناك بلبنان استقبلهم شخص اسمه طوني، وفي فندق في لبنان تعرفوا على براين. بدأ يسأل قتيبة ببعض الأشياء المهمة، مثل شنو رأيك بالقضية الفلسطينية؟ شنو رأيك بقضية فلان 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 فلان؟ شنو رأيك بالنظام الإيراني؟ إلى آخره. ما كانت صعبة على قتيبة أن يرد على براين بشكل صحيح، لأن كان مدرب على هذه الأسئلة قبل ما يصل طبعا من قبل جهاز المخابرات العراقي. ليتفاجأ قتيبة أنه براين هذا يعمل في جهاز CIA الأمريكي، فقال له أنه أنا أقدر أساعدكم بس من خلال شخص موجود في العراق في السفارة الإيرانية، وهذا الشخص هو سكرتير ثالث السفارة الإيرانية ويعمل لصالح الشاهين شاه. شاهين شاه هي المخابرات الإيرانية، وفعلا بدأوا يتواصلون ويا هذا الشخص اللي يعمل في صالح المخابرات الإيرانية. فقال لهم انه الشفرة بيناتنا انه تتصلون على السفارة فقط تؤدون السلام فقط، وأنا راح ألتقي بكم بالمكان الفلاني، واتفقوا على هذا الأساس. فقال لهم هناك قال لهم أنه أنتوا لازم يكون عندكم منظومة تساعدكم حتى تقبضون على السلطة في العراق. فهنا رد علي حسن كامل قال له إحنا فعلا، وهي الجهة اللي يعمل بها قتيبة اللي قال لهم عليها بالأول اللي هي الاتحاد الاشتراكي. ف وافق قتيبة وقال لهم أنا ما أقدر أنطيكم خبر هسه إلا أرجع لي قياداتي وأعطيهم التفاصيل. بدأ المخابرات العراقية يصدر بيانات مسيطر عليها صادرة من الاتحاد الاشتراكي، توزع على نطاق ضيق حتى يثبتون لبراين وحسن كامل وهذا السكرتير الثالث في اللي يعمل في لصالح الجهاز الشاهين شاه انه اكو فعلا اكو هيك تحرك. وبداوا يستفسرون ويتعلمون هذه المناطق. فهنا قال لهم قتيبه انه اني القيادات رفضت انه تقابلكم، قالوا له بس احنا نحتاج واحد بالسلك العسكري حتى يساعدنا بالعمليات حتى نتخلص من اذرع حزب البعث ونسيطر على البلاد بانقلاب عسكري. وهنا فعلا راح طيبة وقالوا لهم للمخابرات العراقية أحتاج هيك شخص. فقامت المخابرات العراقية بدس بإرسال ضابط آخر من المخابرات العراقية واسمه أحمد، وهو أيضا يعمل في أحد المعسكرات وكانت برتبة رائد. وهناك راح على المجموعة هذه والتقى بعنصر الشاهين شاه، قال له انه احنا لازم نلتقي في الكويت حتى نلتقي احنا اني وانت واحد قيادات الشاهين شاه وبروين اللي يعمل لصالح CIA وحتى ننطي التفاصيل لمحاولة قلب نظام الحكم في العراق. ففعلا اتجهوا الى الكويت لكل واحد بطريقة منفصلة، وتعمدوا انه يسقون احمد الضابط الرائد احمد الخمر حتى ينطي أي معلومة ممكن يستفادوا منها، مع العلم أنه شخص كان ما متعود على شرب الخمر لكن قدر بطريقة ما يسيطر على عقله وشرب الخمر وبدأ يتكلم، لكن كان رجل ذكي جدا وما فقد عقله أبدا وكان مركز. فهنا قال براين أنه إحنا راح نرسل مساعدات إلى العراق بقدر 100,000 دينار عراقي، كان مبلغ كبير في ذلك الوقت، وقال له راح نرسل وش كثر تحتاجون أسلحة. فهنا رد عليه ضابط أحمد فقال له أحتاج إلى 10,000 قطعة سلاح و 100,000 إطلاقة لها. فقال له براين راح يوفر لك إياها عنصر الشاهين شاه. وفعلا رجع أحمد وأبلغ المخابرات العراقية باللقاء الموجود، قال له كمل الخطة إلى أن يصل السلاح. وفعلا بدأ السلاح يصل إلى العراق، وصلت وجبة ورا وجبة
وكان المفارقة العجيبة انه صدام حسين هو نفسه شاف القطع الأسلحة اللي واصلة الى العراق. وهنا اثنى على جهود المخابرات العراقية انها عملية انقلاب مسيطر عليها. وبعد ذلك طلب بروين وعنصر الشاهنشاه والمتنفذين في ايران ان يلتقون بعناصر الانقلاب. وفعلا راحوا الى ايران التقوا هناك. وطبعا البيانات مستمرة تصدر من الجبهة بخط يد المخابرات العراقية انه اكو عناصر مكلفة باغتيال النائب صدام حسين. وانا اتكلم في عام 1970. قال انه بعد ذلك انه احنا راح نستعين بالقوة الجوية العراقية حتى نضرب معاقل حزب البعث ونسيطر على الاذاعة والتلفزيون، وراح نرسل اجهزة اذاعة قوية للبث من ايران تصلكم حتى نبث الخبر، وتكون ساعة مقتل صدام حسين هي ساعة الصفر للانقلاب العسكري. واللي وضع الخطة شخص كان موجود في إيران وهو ضابط عراقي ومن أنصار الحكم العارفي، وكان ضابط معروف جدا اسمه عبد الغني الراوي. وقال لهم، أعطاهم تفاصيل لعملية الاغتيال، قال لهم أنه أكو هناك في العراق شخص اسمه صفوق. هذا الشخص كان قد فشل في دورة نواب الضباط، تم طرده، وهذا الشخص حاقد بشكل كبير. هناك هذا الشخص راح يعطيكم تعليمات أخرى، روحوا عليه وعرفوا التفاصيل. كان جندوا الراوي قبل إرسالهم إلى العراق إلى هذا الشخص. هنا الراوي هذا كان ذكي جدا، فقام بالاتصال بأحد أصدقائه الموجودين بدكتور اسمه حسن الخفاف، وقال له عرف لي هذا الشخص شنو. وهذا الشخص اتصل به جماعة الموجودين بذلك المعسكر، أي يعني مو الراوي الاتصال، الخفاف هو. ففعلا اتصلوا به، فعلا هذا الشخص كان ضابط، هو ضابط معروف صحيح، لكن يعمل بالخفاء لصالح المخابرات العراقية. وهنا بدأت خيوط العملية تنسج من جديد، وكان الاجتماعات دائما تحدث في بيت دكتور حسن خفاف. حسن خفاف هذا كان مأخذ بنت صالح جبر رئيس الوزراء العراقي المعروف، رجعوا إلى العراق وكانوا يريدون يصلون يصلون. فهنا جاء أوامر من الدكتور حسن خفاف إلى بروين وجماعته المسؤولين عن عملية الانقلاب وأخذ السلاح، قال لهم أنه يجب على تخلصوا من الضابط أحمد وشوفوا شخص بالنادي نفسه الاشتراكي حتى هو يمسك العملية غير الضابط أحمد، يشعر أنه صارت عليه العين. فهنا بدأ يتحيد الضابط أحمد وجاء شخص آخر. المخابرات العراقية دست أيضا بهذه المجموعة، واللي كانت مجموعة وهمية طبعا، دست شخص اسمه أبو بشار. أبو بشار هذا أيضا ضابط عراقي معروف، كان ذكي جدا. وهذا أبو بشار بدأ راح على صفوق حتى نفذون العملية. فكانت الأوامر جاية لصفوق قبل ذلك أن يراقبون الشارع العام بعملية سموها عملية الغزال. عملية الغزال هذه كانت أنه تستهدف نائب رئيس الجمهورية صدام حسين أثناء مجيئه من بغداد باتجاه تكريت، مراقبة هذا الشارع. أول ما يلمحون النائب صدام حسين ينزلون عليه ويمطرون سيارته ببوابة من الرصاص. كانت أم صدام حسين موجودة في تكريت، وكان متقرر أن يأتي صدام حسين من هناك إلى تكريت، لكن هذه العملية اكتشفها هذا الضابط وانطى خبر للمخابرات العراقية اللي وقفت صدام حسين من الذهاب إلى ذلك الشارع. فهنا راح بشار وقال له أنه العملية تم إلغائها، لأن صدام حسين ما راح يصل أصلا. بأوامر جتي يبدو أنهم كانوا زارعين ناس موجودين داخل القصر أيضا. وفعلا تم إلغاء العملية، وأخذوا الشفرة وانطى بشار الضابط بشار الشفرة لصفوق واللي دوره ألغى العملية فعلا. بعد ذلك صج جهاز اللي مقرر أنه راح يبث القرار الأول والبيان الأول لعملية الانقلاب من إيران. جاء الجهاز، بعد ما وصل الجهاز وصلت إخبارية من أحد
عناصرهم المزروعة داخل القصر الجمهوري العراقي إنه صدام حسين يتردد بين نادي الصيد والقصر، يروح يتعشى ويرجع إلى القصر. فكان مقرر أن تذهب مجموعة بقيادة صبوق بعد ما يلتقون ببيت الدكتور حسن كفاف ويلتقون هناك ويروحون يقتلون صدام حسين ويصفوا. بعد ذلك تجي طيارات وكانوا مجندين مجموعة من الطيارين إنها تقصف القصر الجمهوري، وكانوا عدد عناصر كبير من الجيش متواطئين بهذه العملية. كان بشار قد أرسل لي المفارز العراقية إنه عملية كذا وكذا راح تصير ضد الرئيس العراقي صدام حسين، فقررت المخابرات العراقية أن تلقي القبض عليهم وتنهي هذه الأسطورة. وفعلا اتجهت عناصر مسلحة إلى نادي الصيد حتى يتم قبل ما يصلون كانوا المفارز العراقية موجودة وقامت باعتقال هذول المجموعة. أما المجموعة اللي راحت باتجاه مبنى الإذاعة والتلفزيون حتى سيطر عليه أيضا تم وضع مفرزة هناك وتم إلقاء القبض عليهم جميعا، وجميعهم ودعوا السجن. والتقى بهم صدام حسين شخصيا فسألهم منو الشخصية اللي مرشحة كانت تصير رئيس جمهورية بمكاني، فالكل سكت وهنا بدأت محاكمتهم. أنا ما راح أتكلم محاكمة، هي محاكمة سرية ومنع النت حتى بالكتاب، حتى ما أدخل بتفاصيل أخرى. كان متواجد بتلك المفارز الضابط أحمد اللي ذكرناه بداية الحلقة، لكن أبو بشار كان موجود بأحد السيارات اللي على أساس راح تنقلب، وهو كان عنصر اللي انطى الإبلاغية. أما حسن كامل فالتقى بالضابط بشار قبل تلك العملية حتى يعرف كل التفاصيل هذه. قال له إنه إحنا مخابرات عراقية وإحنا هسه أنت إما تتعاون ويانا وتحصل على حكم مخفف أو راح تصير ضدنا ونلقي القبض عليك. وهنا اعترف بكل شيء حسن كامل وبدأ يوصلهم بخيوط كثيرة جدا بهذه العملية. وقد اعترف في الآونة الأخيرة رئيس العمليات الصهيونية أنه فعلا كنا ننوي اغتيال الرئيس العراقي صدام حسين مرتين، المرة الأولى بهذه العملية والمرة الثانية كانت بإطلاق صواريخ إليه. فحتى الراوي أيضا اعترف بذلك، علما الراوي لم يتم إلقاء القبض عليه، وبعد سقوط الشاه ذهب إلى السعودية هناك واستضافه الملك فيصل بن عبد العزيز وكان صديقه جدا، حتى أنه الآونة الأخيرة تم دفنه في البقيع من قبل الملك سلمان بوصية خاصة منه، يعني كان شخص مرموق جدا. بالنهاية أنا أشكرك لأنك شاهدت الفيديو. هذه كانت قصتنا وحلقتنا لليوم، وأسف على الإطالة والسلام ختام. عراق الحضارة رسم نحت طرب، جهز العصارة ويا عبد الحق تلقى كل المعلومات، نشهد راس أعمال حياة وفاة. برو 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 فايل، برو 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 فايل.